مساء الخير لكل مشاهدي الاو تي في بحلقه جديده من برنامج كيف منأمن مباشره على الهواء. كيف منأمن يلقي الضوء على عالم التامين ومشاكل قطاع التامين والحلول بلبنان. تجربه صناديق التعاضد الصحي ما كانت نجحت بلبنان لولا انكشاف مئات الالاف من اللبنانيين صحيا واستشفائيا وسط غياب لاي خطط او سياسات صحيه شامله. المؤسسات الضامنه بلبنان بدءا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والأجهزة الطبية للسلك العسكري وصولا إلى شركات التأمين الخاصة وصناديق التعاضد ما بتغطي صحيا إلا ثلثي الشعب اللبناني. بيبقى نحو حوالي 1.5 مليون المواطن اللبناني خارج التغطية الصحية، أي نحو ثلث الشعب اللبناني. وانطلاقا من هذا الواقع نشأت صناديق التعاضد الصحية بلبنان لتغطي المكشوفين صحيا مقابل اشتراكات مدروسة وأكيد هذه الصناديق معفاة من الضرائب والرسوم. وبلغ عدد هيدي الصناديق العاملة بلبنان نحو 64 صندوق بجميع المناطق اللبنانية وبيستفيد منها حوالي 340 ألف مواطن. وفاقت قيمة تقديماتها السنوية 240 مليار ليرة. بحلقة الليلة كيف منأمن رح نضوي على كيفية عمل هالصناديق ومشاكلها، أيضا منافستها لشركات التأمين في حال وجود هالمنافسة، مع ضيوفنا رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحي بلبنان الأستاذ غسان ضو، والضيف الثابت ومستشار البرنامج الأستاذ إلي حنا النقيب السابق لوسطاء التأمين وعضو بالمجلس الوطني للضمان. إذا نحن بنرحب فيكم أساتذة بحلقتنا الليلة، مساء الخير. بنعيد لكم نقابة حضرتكم النقيب رئيس او اتحاد او نقيب صناديق التعاضد، وايضا النقيب إلي حنا ضيفنا الثابت. رئيس، بدنا نسالك بالبدايه شو هو الوضع الصحي حاليا بلبنان؟ اللبناني بلش يخاف انه بده يموت من الجوع، فكيف اذا بده يموت على باب المستشفيات؟ يعني صار الوضع مأساوي على كل الاصعده مبدئيا. فانتم شو الخطط اللي عم تعملوها وشو هي شو رايكم بالوضع الحالي للاستشفى بلبنان؟ استاذ نيل، انا بشكرك لاتاحه هالفرصه لنا نحكي عن التعاضد الصحي تحديدا. وبالحقيقه يعني وصفت الواقع بالمأساوي. انا يعني من تحت المشاكل والصعوبات بتمنى من قلبي انه نكون عم نعمل مقاربه إيجابية لهالوضع، وأنا يعني عم بعيش هالموضوع باليومي ساعات النهار كلها 19 ساعة، ومن 10 و20 و30 سنة اللي عم نواجهه مظبوط ما وصلنا له. يعني كل الأطراف العاملة بهالمجال بدءا من نقابة الأطباء والمستشفيات كمقدمي خدمات، والأوضاع بالكورونا إضافة إلى 1.5 مليون نازح ولاجئ، كل هالمشاكل وعلى رأسها انهيار وفرق سعر الصرف بالعملة تجاه اللي بدنا نستورده من لوازم طبية، تأخر دعمها، اضطرار المستشفيات لشراء الدولار، الوضع المصارف كله، حتى الضمان الاجتماعي اللي هو الضامن الأكبر اللي بيضمن حوالي 1.3 مليون لبناني ما بيقدر تسمح له حالته المالية يعدل بأسعار فواتير الاستشفاء للمستشفيات، لأنه مداخيله الناتجة عن اشتراكات المرض والأمومة من أرباب العمل والموظفين ما بتكفي لتحمل أي زيادة، والمستشفيات بيقولوا نحن ما نقدر نستمر، عم تعطونا على تعرفة صار لها كذا سنة ما تعدلت. نعم. ونحن وشركات التأمين نواجه ذات المشكلة، هو طلب المستشفيات بواسطة شركات الإدارة الطبية اللي بتدير الأمور الطبية إنه يعدلوا بالفواتير كمثل ما إنه تسدد الفاتورة نصها 50% بالدولار و50% باللبناني. المساهم بتسديد هذه الاشتراكات هو المنتسب لصندوق التعاضد يلي معود انه اشتراكه يسدده للصندوق على سعر 1500 ليرة. كيف هلا اذا بدك تفرض عليه انه يدفع الدولار على 3900؟ يعني عم تحكي رح نحكي اكيد بتسعيره البوالي وتجديدات البوالي. قدرة المواطن اللبناني بهالوقت يلي اغلبيه اللبنانيين بيقبضوا باللبناني ما بيقبضوا بالدولار، ما عندهم قدرة، منشان هيك يخشى
انه المواطن المنتسب لصندوق التعاضد واللي عددهم 340 نعم. الف مواطن واللي عم يدفعوا عبر اشتراكاتهم للمستشفيات فواتير ب 240 مليار ليره ما يعادل 38% من موازنه وزاره الصحه، قلنا له لمعالي الوزير اذا ما جمعت المستشفيات نعم رح نحكي اصلا عن المشكله والحلول بعد لحظات، بس لانه بدنا نذكر بس كل المشاهدين انه اي مشكل او اي سؤال او اي اقتراح لبرنامج كيف منأمن اكيد بتتواصلوا معنا على الرقم اللي عم بيظهر باسفل الشاشه اللي هو 03-09-05-07. استاذ ايلي، بس بدي اسالك نقيب، يعني صناديق التعاضد بعتقد بتحس اكثر ب هلا ما بدنا نقول بتحس اكثر بس مع كونتاكت مع ناس عندها يعني وضع يعني دخل محدود اكثر من شركات تامين، مع انه كمان شركات يا ريت هيك مش هيك، هي لازم تكون هيك اذا بده يكون في صندوق تعاضد. هلا نحن هلا رح نحكي عن شركات تامين والفرق اليوم بالنتيجه مثل ما قال النقيب لازم نحاول نوضح الامور مثل ما هي ونشوف نطلع بالشق الايجابي، ولكن اكيد بدنا نكون صريحين كمان. اليوم هو صندوق التعاضد وقت اللي بنشا لهالغايه، الغايه اللي عم بتقولها حضرتك، لمجموعه من الناس او من المؤمنين يلي هن بيكونوا بمحل معين عندهم نفس الوضع الاقتصادي او متبعين لنقابه معينه او لمجموعه معينه موحده. نحن اليوم مش هذا اللي عم بيصير بلبنان. انا يعني ما بدي بلش بحديثي شو شعوري وشو احساسي، ولكن انا بدي اتمنى على النقيب فعلا انه اليوم لازم المواطن يعرف يفرق، لانه نحن مثل بيعرف استاذ نادر بكل حلقاتنا بكل حلقات اللي كانت عم بتصير معظم الاسئله بتجي عندنا مشاكل مع صناديق التعاضد، فنحن بدنا اليوم انت بهذا الموضوع كونك نقيب صناديق التعاضد او رئيس اتحاد الجمعيه او ما بعرف الاسم المتبع عندكم، ولكن حسب ما بعرف نقيب صناديق التعاضد اتحاد صناديق التعاضد، فبتمنى هذا الموضوع يتوضح للمواطن ونقدر نلاقي حل اذا كان في خلل ما بمحل ما، لان هدفنا الاساسي نساعد المواطن. يعني هالبرنامج انخلق هلا نحن اصلا اكيد اليوم موجودين لنفسر الفرق بين شركات التامين وصناديق التعاضد بذات الوقت، يعني كمان المفروض هاي الحلقه تكون ناريه اكثر، بس للاسف يعني الوضع ما بيسمح انه الجهات كب اللوم على بعض، الشركات التأمين على صناديق التعاضد والعكس، يعني لأنه بالفعل هلأ مثل ما حضرتك قلت يعني الكل لازم يكونوا مع بعض، بس بذات الوقت يعني مثل ما في كم شركة نزعوا يمكن صيت شركات التأمين وهذا اللي كنا عم نوضحه ببرنامج كيف نأمن، في صناديق تعاضد كمان بلبنان وعم بيجينا كتير اتصالات على البرنامج يعني كمان عم بيكون فيها بعض المشاكل، بس خلينا نعرف من حضرتك مين السلطة اللي بتشرف على صناديق التعاضد، يعني إذا حدا عنده مشكلة مع صندوق تعاضد لمين بيلجأ؟ ليك يا قلبي، صناديق التعاضد بتتأسس بموجب المرسوم 35/77 نعم. ونحن دائما بنذكر انه هالمشترع اللبناني سنة 77 وقت اللي عمل هالقانون، ليه عمل هالقانون؟ لو ما كان في حاجة لدى المجتمع اللبناني ما في زوم لصناديق التعاضد. لو كان لبنان عنده نظام رعاية صحية بيشمل كل اللبنانيين بيسوى انه ما يكون في وجود لصناديق تعاضد، ليش بدي انتسب لصندوق تعاضد؟ اذا عندنا نظام رعاية صحية من قبل الوزارة او من قبل الضمان الاجتماعي بغطي كل مريض وكل موجود. نعم. نحن نشأت صناديق التعاضد حتى تلبي حاجة. نحن حضرتك مثل ما قلت الخريطة الصحية بلبنان ثلث الشعب اللبناني ما عنده مضامن. يعني في 1,300,000 مواطن البي والام ما بيناموا مرتاحين اذا هن او بنتهم او ابنهم بضطرين يفوتوا مستشفى وما عندهم ضامن، بيقول له المستشفى حط 1000 و2000 دولار ديبوزيت على الادميسيون وهما معه 100 دولار. اجت صندوق التعاضد تقول له لهالفرد يلي طاقتك لوحدك مش قادر تواجه فيها الاعباء، تفضل فوت بصندوق تعاضد في مئات والاف المنتسبين بلموا اشتراكاتهم بعضهم بيتجمع مصاري تغطي وتعطي الامان لكل المجتمع اللبناني اللي ما عنده ضمان. انا بعرف هلا الاستاذ الي شاطر، يعني ما في شك انه هو انه في صناديق، انا بقول له انه طلع على السما في بعض المتسللين. لا خلينا نكون نوضح شو عم نحكي، نحن اليوم
صناديق التعاضد. انا بتسمح لي اقول لك ردا على سؤالك، لانه انا من 30 سنه بهالمجال. المرسوم 35 المرسوم 35 على 77 بنشأة صندوق التعاضد لحتى ياخذ التعاضد. تسمح لي بس فضل. تسمح لي، لازم يكون في ثلاث اسباب صحيح تجمع بين المنتسبين جغرافيا، ان يكون اول شيء من منطقه وحده، نعم. رابطه ابناء منطقه بنت جبال او البترون او وتبه، عظيم. ان يكون يجمعهم رابط مهني واحد، صح. عملنا صناديق تعاضد بنقابه المستشفيات وبنقابه الاطباء وبنقابه المحامين اساتذه الجامعه كمان محامين، نعم. واساتذه الجامعه كمان، او ان يربط بينهم رابط اجتماعي، نعم. وانا بشكر مدير عام التعاونيات مدام جلوريا ابو زيد، وبشكر الوزير يلي نحن كاتحاد نظرا للظروف اللي عم نعيشها ووجع وهم المريض يلي ما عنده ضامن، هذا الرابط الاجتماعي ممكن اضافه انه يكون اجزاء الدخل المحدود، لانه نحن لا تؤاخذني مش طب بس هذا اجتهاد، ليه ما بيتعدى للامام؟ لا 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 تريد انا ارثوذكسي وبقدر احكي في صناديق ارثوذكسي فيها عندها مثلا مش ارثوذكسية اذا بدك تحكي. بس معلي انا بس بدي اسال سؤال. اول شيء انا بسالني بس انا رجعت لك بس نرجع لك نقيب، بدنا نسال. نحن سالتك لانه في ناس عندها مشاكل، رجعنا قلنا مثل شركات التامين عندهم مشاكل، لما عم نوجههم لوين يتوجهوا مشاكل شركات التامين في عندها هيئه رقابيه بتقدر تتوجه. هذا بدي اقول لك وبالاتحاد بدي اعرفه انا من الاتحاد بتلقى كل الاتصالات. نقيب نحن اليوم فعلا بهذا البرنامج وبهي الحلقه بدنا نخلي المواطن يعرف كيف بده يتابع مشكلته. اذا انا بكل صراحه بس يجيني مشكل يستشيروني بموضوع شركه التامين بحله دغري، بقدر لاقي له الحل دغري. بركي بتحطني حدك وعندي انا حاضر ما عندي مشكله، بالعكس. بس نحن اليوم في كثير عن جد فعلا عم نجي نطلع اليوم، بتحس اول شيء اذا بدك تحكي ما في عدل اليوم. ليش بدها شركه التامين بدها تدفع تاكس؟ لا هيدا رح نحكي عنه كلهم. اوكي بس انا عم بقول اذا بدنا نحكي من ناحيه المقارنه بين الى جانب اهتمام النقيب بهالفروقات الماليه، نعم. نحن اذا بتريد تسمحوا لي وسع افق دور صناديق التعاضد اكثر من حصره بفرق رسم التعاضد. هو اصلا دور صناديق التعاضد هو دور كثير سامي، ونحن متفقين كلنا على هذا الموضوع. انا اللي عم بقوله، نعم. انه اذا في من مواطن، وانا بفتح وبعطيك رقم تليفوني خاص، حتى نحن عم نقول عن 240 مليار ليرة تصرفها صناديق التعاضد عبر تحصيلها اشتراكاتها لصالح المستشفيات، ونحن عم نقول انه هيدا ال 240 ألف يشكل عشرات ألوف من الأعمال الجراحية لأعضائها. خذوا هالدور الاجتماعي يلي موجه للناس الغير قادرين وغير مغطيين، قديش فعال بالمجتمع وقديش عم يمتص من هموم الناس ويغطيهم. فرق ما تقول لي انه نحن صندوق التعاضد اذا بيشتغل وبنهايه السنه بيكون في عنده فائض، ما اسمه ربح، اسمه فائض، وحسب القانون بده يستعملوا صندوق التعاضد كاحتياطيين وهو مصلحه المشتركين مش كمصلحه ثانيه. تسمح لي بس، هذا الاحتياطي العيلة اللي فيها أكثر من ولد وولدين تحت 18 بيتغطوا مجانا من الاحتياطي، لأنه كل قرش بس بكل الصناديق هيك معلي. نحن لأنه بنعرف في ناس كل العالم تدفع اشتراك على كل أفراد العيلة وبأغلبية الصناديق، مثل ما قلنا في صناديق ماشي. هيدا بدنا نقوله، نحن مش عم نعمم يا رئيس، مش عم نعمم إنه كل صناديق. أنا بتمنى نحن ما بنعمم بالبرنامج لا على شركات التأمين ولا على الصناديق. نحن هون نقيب ما جايين نهاجم الصناديق، نحن بدنا نوضح للناس في وضوح. بس بعدني أنا ما أخذت جواب، يعني بتوجهوا لعند حضرتكم على الاتحاد. شيء إنساني، أنا عم بحكيك شيء واقع ومطبق، إذا في حدا مش عم بيطبق بنبحث. رح نحكي عن هذا الموضوع، مين مش عم بيطبق. عن الوجه العام الاجتماعي، نعم. والخدمات اللي عم بتقوم فيه صناديق التعاضد بخدمة أهلها اللي ما في ضامن إلهم. أنا قلت له ونحن رحنا وفرجيتك أستاذ نادر، نعم. نحن صرنا من سنين وسنين وسنين نطلب من المسؤولين بدراسات اكتوارية علمية، انه بدال يا معالي الوزير بمخصصات موازنه وزاره الصحه اللي هي 670 مليار واللي انت عندك تقريبا 1,200,000 بالفريكوينسي اوف سيكنس والكوست بير كليم، ما بكفوا هالمصريات لتغطيهم، عم تتراكم الديون على وزاره الصحه. تفضلوا اعملوا بطاقه صحيه ووزعوها لكل الناس. بالبلدان اللي سبقتنا باحترام حق المواطن مش مسموح
مريض. انا بايدك بهذا الشق اللي عم تحكي عم يجوا يستعملوا بفرنسا يا خيي، نحن منين جبنا التجربة؟ بس انا بدي ادخل بس بشغله معلي عم تستبقوا كثير الامور، الحلقه رح نمشي فيها ورح نحكي بكل المواضيع. نحن كنا اول شيء عم نقول انه المرجع طلع الاتحاد، لكن اذا في اي مشكل انتم كمان اذا شفتوا اي صندوق بس الاتحاد جهه، معلش خلينا نوضح، جهه ما عندها سلطه بس بتتمنى جهه مع المديريه مثل النقابه. انا اليوم اذا التجأت لعندي للنقابه او للنقيب رح يجرب يساعد بس ما عنده سلطه يقدر يفرض على اي. نحن على تنسيق مع المديريه عامل التعاونيات ومع المدير العام. نعم. حتى مدير العام شو السلطه اللي عنده اياها اذا اجى معلش خلينا هيدا ما الوضع. صندوق على العمل بيوقف صندوق على العمل اذا شو؟ اذا اليوم بتغطيات اللي مقدمها الصندوق بيجي بيقول والله نحن اليوم تنعطيك مثل صغير، اليوم كهيئه رقابه وزاره الاقتصاد المجلس الوطني طلع قرار انه بيغطي الكوفيد 19 لكل بوالص التامين صارت الزاميه ضمن عقد التامين. مين بيفرض على صناديق التعاضد؟ مين بيقدر يفرض على صناديق التعاضد؟ وين اليوم صناديق عم بتغطي على 5 مليون، صناديق مش عم بتغطي، هل المواطن بده حرقتوا لي كل الاسئله، اي تفضل عم نفتح النقاش لكن مفتوح. يعني ما في شك انه حضرة النقيب مجمع بعض النقاط يلي صدقني لا انا عم بحكي شو عم بيجيني اتصالات من العالم ما تاخذها بالعكس وضحها انت. فينا بس اول فكره من البرنامج نحكي عن صناديق التعاضد وهدفها، وثاني فكره نحكي عن مشاكلها حلولها. ما بدي اترك هالنقطه اللي نعم. اثارها بالفلوتينج اريا، يعني ما نعرف شو صار. انا بعرف والنقيب بيعرف بعالم التامين بيسوى اعطيك تقديمات، انا اذا وجعك راسك بدك تروح تعمل فحوصات بفرنسا تكرم عينك وبكلفك 10,000 يورو. هذا الوعد العظيم والتقديمات العظيمه نعم انا وصل لي حق تفوق قدرتك كمواطن انك تقدر تامنها. نحن منسهر الليالي لنجمع كل شيء في وثير استشفى عن السنة كلها عن آلاف الناس حتى نقسمها ونعمل قديش الفئات العمرية مين سخن أكثر وأي عمره قديش كلفه شغلات تاخد أيامات لحتى نحدد اشتراكات ضمن قدرة المواطن. ونحن بمعيدي التأمين اللي بتحمي الصناديق فيما لو كان توتال كوست اوف كلينز اكثر من الاشتراكات ستوب لوس بوليسي نعم ما بيغطي. وطلعت منظمة الصحة العالمية تقول انه الكوفيد هيدا وباء عالمي بدها الدول تواجهه ووزارات الصحة تواجهه مش صحيح انا مأيدة صحيح جينا نحن بالصناديق وبتمنى تقول لي اي صندوق ما بيدفع 5 مليون عم نقدم بالاشتراكات بدون ما يطلع عليه اي تعديل نعم اي تعديل مساهمه لانه مال الصندوق نعم. الموجود احتياطي هو لاعضائه مع نعم. ساعات يعني ساعات النقيب اليوم ال 5 مليون ليره ما بتاديه حق البي بي اي بده يستعمله بالكوفيد خي عال وزاره شو شو يعني انا كنت انا خليني كيف بدي خليني اقول لك كيف بدي اقول له بس سؤال بس انا بس عندي سؤال كثير مهم سؤال بالاختصار نعم. هذا الكلام اللي قلته تم بحثه والتوافق عليه مع وزير الزراعه ومدير عام التعاونيات وزير الزراعه راسنا وعيننا بس مش شغلته القطاع الصحي مش شغلته يكون هو عم بحل محل شركات التامين ما عم بحكي عن شركات التامين تعمل شو ما بدها هي وزاره الاقتصاد تم الاتصال مع وزير الصحة وقال له يا معالي الوزير انتوا اللي عم تعطوا تغطيات للناس اللي ما عندهم نحن عجبنا من صناديق التعاضد عن كل فرد منا بصير بده يتعالج بالكوفيد بده يساهموا مع وزارة الصحة بخمسة مليون ليرة بس هو سؤال نقيب مجانا بدون لا اجراء بوليسة اضافية ولا تعديل الاسر لحظة بس معلي بدي فوت انا هون بالموضوع نقيب عن الفكرة هي عم بتقول انه شركات التأمين تجي وزارة الاقتصاد انا ما بمثل شركات التأمين انا عم بقول حضرتك شو قلت بس عم خلوني افسر الحديث في حدا بيقول لها انه بدك تغطي كوفيد ب 30,000 دولار ما فيهم يقولوا لا صحيح صناديق التعاضد مين بيقترح مين بيفرض تغطيات عليها ولا هي بتستنسب الاتحاد اسمح لي نعم ما هيدا اللي بدنا نوصل له بس الجواب اسمح لي رجوع الى الوراء نعم يتقدم مجموعه من 50 شخص لمديريه التعاونيات بوزاره الزراعه بطلب تاسيس صندوق تعاضد صحيح. طلب تاسيس صندوق التعاضد برافق الملف نعم. دراسه عن العدد المرتقب للاعضاء اللي بدهم ينتسبوا عن الدخل المتوقع ودراسة بتقول قديه من هالناس اللي بدهم ينتسبوا ممكن يمرضوا ويفوتوا مستشفى وقديش كل فترة دراسة أكتر وإذا الاشتراكات بتتابع ويتضمن هذا الطلب برنامج تقديمات.
هالبرنامج التقديمات مفروض على الإدارة، مجلس إدارة صندوق التعاضد، أنه يكون مخلص وشفاف ومستقيم بتنفيذ هذا البرنامج. البرنامج تبع صندوق التعاضد يلي عم بتقلي مين بيفرض، هو التزام الإدارة ببرنامج التقديمات. يعني كل صندوق، أنا بعرف كل صندوق له برنامجه الخاص. أوكي. لخبرك، رحت على بعلبك، نعرف أهل بعلبك، ينعاد عليهم بهالشهر الفضيل. قلت له يا رئيس الصندوق بوجود مسؤولين ووزراء، قلت له بس بدي أسأل سؤال، كيف ممكن تاخد 50,000 ليرة بالشهر من عائلة مؤلفة من رجال ومرأة وثلاث أربع أولاد، وهال50,000 تكفيك لحتى تكون مسؤول عن تسديد استشفائهم بالمستشفيات؟ شو بتعمل هيدي ال50,000 بالشهر، 600,000 عن عائلة كاملة بالسنة؟ قال لي ما نحن تقديماتنا هو تغطية الأعمال الطبية خارج المستشفى، يعني التصوير. قدرت المجتمع اللي بعلبك ما بتقدر تعمل له برنامج تقديمات ممتاز داخل المستشفى وخارج المستشفى، لانه كلفته ما بيقدر يتحملها. يعني كل صندوق عنده نظام وكل صندوق على تقدير. عظيم. بس بدي اذكر كل المشاهدين لانه عم بيتصلوا برقم البرنامج، رقم البرنامج بتتواصلوا معنا فيه برسائل خطيه اذا بتريدوا، نحن على الهواء مباشره، واكيد نحن بنساعدكم. رح نتوقف للحظات مع البريك، من بعد البريك اكيد نحن رح نرجع نتابع كيف بنأمن مباشره على الهواء. ما بعرف قد ايه رح نطرح من المواضيع، في عندنا كثير مواضيع نطرحها حول صناديق التعاضد واكيد الفرق بينه وبين شركات التامين. بريك صغير وبنرجع اكيد معكم مباشره على الهواء. منتابع اكيد كيف بنأمن مباشره عبر شاشه الاو تي في، واكيد نحن متابعين وعم ناخذ اتصالاتكم تحت الهواء. نرجع بنذكر بليز ابعثوا لنا رسائل خطيه ونحن اكيد بنجاوبكم. في عندنا كثير اسئله عن الضمان الاختياري، وكنا قبل الحلقه عم نحكي شوي انه ليش الدوله اللبنانيه بعد ما عطيت تغطيه لكل شريحه الشعب اللبناني تغطيه صحيه، وطلعوا اكيد نحن بنعرف بدعه الضمان الاختياري اللي هي فوتت صندوق الضمان بالحياه، يعني بالنهايه لتكاليفه وللباهظه. برايك ليه فشل هذا الموضوع؟ وهل كان ممكن نحن ننقذ يعني هذا المشروع؟ استاذ نادر، فكره انه ينعمل مشروع للضمان الصحي ممتازه، بالمطلق ممتازه، بس لحتى تكمل دراستك وتنجح فيها بدك تعمل دراسه اكتواريه بيقولوا لها. صحيح. ارتقاب المداخيل وارتقاب الكلفه. نعم. اليوم بعلم الضمان الصحي وقت اللي بتاخذ 100 شخص عمره 80 بتلاقي باخر السنه انه في 30 35 واحد منهم احتاجوا دخول مستشفى. نعم. وقت اللي بتاخذ 100 شخص عمره 25 35 بتلاقي في 5 6 فاتوا. فاذا بدك تعمل مشروع لحتى تغطي كبار السن، وعاده كبير السن هو اللي بيكون عنده هاجس وخوف من المرض، لانه اكثر من الشاب يلي 20 30 سنه بيقول انا ما بني شيء ولا راح يصير لي شيء، ومش انتريسي، مش يعني بحب انه يحصل على تغطيه استشفائيه. اجى الضمان الاختياري يلي مفروض يكون الزامي لحتى يكون في مجموعه من الشباب بيدفعوا اشتراكات وما بيستفيدوا، بغطوا تكاليف ليدعموا تكاليف الكبار، اور وقت اللي بيكون الاشتراك ثابت للكبير والصغير 90,000 ليرة بالشهر، والكل اللي فاتوا بالضمان الاختياري هن من كبار السن حيث نسب حاجتهم لدخول المستشفى عالية وتكاليف أعمالهم الطبية. لا، وبعدين السعر هو 90,000 مش على الشخص، إذا كنت شخص عائلة وعشرة يعني مش مدروس أبدا يعني. من بعد كذا سنة من التقديمات صار في تراكم بالعجز بين الإيرادات المتوقعة وبين الفواتير الاستشفاء اللي استحقت على الضمان. نعم. للمستفيدين من هالضمان. يعني برأيك الضمان الإلزامي، الضمان الصحي الإلزامي هو الحل؟ هيدا الحل، هيدا الحل، هيدا الحل. أو مضاعفة. نعم. الاشتراكات على كبار السن توصل لوقت ما بيقدر يدفعها، ترجع للحالة إنه هناك مواطنين مكشوفين تجاه أخطار. نعم. المرض وتعاسة وشقاء وثورة وقهر وتعتير.
نعم. حضرتكم بصناديق التعاضد كمان بتلتزم يعني بتعملوا الاندر رايتنج لما يجي شخص بده يكتتب عندكم بوليسة ولا بتقبلوا كل الاشخاص؟ نحن عم نقول انه هالانسان يلي عنده احساس بالمسؤوليه تجاه عائلته ما بيصير يصير في انتساب للتعاضد انتقائي، انه يمكن البابا هيئته هذيك خطره خاص بشيء خليه هو يفوت على الصندوق. نحن بصناديق التعاضد نشترط انه المنتسب يكون عنده اخراج ايد عائلي، لانه اذا قناعته انه بده يحمي عائلته ما بيحمي شخص واحد منها، ما كلنا معرضين صغار وكبار. مشان هيك التغطيه الصحيه لازم تكون لكل الاسره، وهيك معناتها اللي شاب عم يدفع اشتراكه وراح يعوز قليل بساهم بتعاضد بتسديد اشتراك الكبير يلي ممكن يعوز اكثر منه. نقيب، عم نحكي عن الكوفيد هلا، ثائبت لانه ظرف استثنائي وموضوع كوفيد شائك، وموضوع كوفيد عم بيؤدي في التورته الاستشفائيه عم بتعطي خسائر كبيره لصناديق التعاضد ولشركات التامين. مزبوط صحيح او لا؟ ولكن في شيء كمان اهم للمواطن اللي نحن عم نعاني فيه، وانا بقدر اقول لك وانت بدي جواب واضح لحتى يقدر المواطن، عن موضوع الجي ار جارانتي رينيبيليتي، يعني ضمانه التجديد. اليوم ضمان التجديد طلع قرار بالمجلس الوطني من سنتين او ثلاث سنين جبر انه شركه التامين وقت بتصدر عقد تامين استشفائي للمواطن ما بقى فيه توقفه لو شو ما صار معه اي مشاكل. هي واحد. اثنين، ما فيها تزيد له التعرفه الا للسعر الخاص. هيدا الشيء مش عم بيطبق، يمكن عم بيطبق ببعض صناديق التعاضد. بعض صناديق التعاضد عندهم شيء اسمه جي ار، بس عندهم شيء جي ار، بس ما في شيء بيقول انه هيدا الجي ار ما بكره بيطلع على بالهم. هيدا السؤال اللي عم بيجي من المواطنين يعني. بس في هلا عم علي اسئله، لا في اسئله عم بتقول انه انا ما عندي ضمان التجديد بصناديق التعاضد. مين كمان سالينا سؤال؟ انا اجى ليك حبيبي، انا بصدري الواسع كل سؤال. لا بس لحظه، ضمانه التجديد كيف تشتغل بصناديق التعاضد؟ انا نوضح. نعم، جي ار هي اختصار لجارانتي رينيوبيليتي. نعم. بالقانون بالمرسوم 35/77، من يكون عضوا في صندوق تعاضدي يكون عضوا مدى الحياة طالما عم بيقوم بتسديد اشتراكاته. نعم. أنا اليوم هو عضوا في الصندوق بس وليس عضوا في التغطية. مين قال لك عضو بالصندوق؟ عضو في الصندوق ليس مش عم يعني ما بحق له صندوق التعاضد يوما ما يقول له للشخص انه انت بطلت مغطى. كثير منيح، عم نطمن المواطنين. عظيم. نحن هيدا بدنا نقول. 100 سنه يا ريت الشخص اللي كان عندي اليوم بيتصل فيكم ويقول لكم كيف احتفلنا. نعم. والصندوق قدم ما يلزم لهالمنتسب لصندوق التعاضد يلي اليوم عمره 100 سنه 1921. نقيب، بس في كمان هون بعد كمان اسئله كمان عن دفع البواليس، رح نكون سريعين بالاسئله لنوصل اكثر ما فينا معلومات للمشاهدين. بلشت صناديق التعاضد مثل شركات التامين عم تطلب 50% لبناني 50% على ال 4000. لا، لانه هون في عندنا شخص عم بيقول انه في صندوق طلب منه هيك. في صندوق طلب. نعم. يا 25 يا 30. المستشفيات طلبت 50، إدارات الصناديق من بعد اجتماعات متعددة عملناها بالاتحاد تم التوافق أنه نطلب من المساهم أنه 30% من القسط يدفعوا على أساس دولار مثل ما بدأ المستشفيات، و 20% من احتياطي الصندوق حتى ما نحمل المنتسب على بس كل الصناديق التزمت، لانه المواطن عم يقول طلبوا منه. انا يتصل فيي بليز خذ رقمي عندك، بدك نقول إيه؟ رقمك على الهواء يتصل. ايه قولوا على الهواء هلا بنهايه الحلقه. طيب، وبعد كمان اجادك نقيب. ايه بالفعل. لا انا يا لا بالفعل لا، نحن يعني انا بدنا نساعد العالم يعني مش اكثر. استاذ نادر. نعم. ما حدا بيقدر، الطاقه البشريه محدوده، يقدر يتلقى عشرات الاتصالات والمراجعات إلا ما يكون في من نعمة ربه عليه نقطة صبر وأمل يتحمل هيك ظروف ويحط حاله مطرح كل صاحب شكوى. لو ما في هالنعمة ما كان واحد بيقدر يستمر. نعم. بمعالجة كل أمور هالناس اللي عم تواجهوا بالنار. نقيب، كمان بعد في سؤال رح نقتصرهم يعني لأسئلة المشاهدين. عم بيقول أنه غطى الصندوق
بالكوفيد، قعد 6 ايام بالمستشفى، بس البي بي بي البي بي اي اللي هي 1,800,000 دفعها من جيبته. هل هناك في شيء بالسنه دي بغطي هي ما بغطي هي، ولا بغطي 5 مليون ووقف يغطي 5 مليون؟ هلا اذا اضطر، اذا كان مثل ما قال النقيب عنده تغطيه داخليه بالمستشفى وخارجيه باللابوراتوارات، بجوز كتار يعملوا فحص وما يعوزوا دخول مستشفى، هي بكون مغطى بالقرض. مشان هيك هلا اذا كان فاتورته اضطر يفوت على المستشفى بده يستفيد من تغطيه، مساهمه التغطيه ب 5 ملايين، واضطر ما قبل دخول المستشفى عامل فحص بيتغطى بالامبلاتوري كفرج. ايه بس بيتغطى بالامبلاتوري كفرج على اي اساس؟ في مدام عم تتصل بالبرنامج عم تقول انه في صندوق تعاضد رفض يجدد لها لانه المنتسب الرئيسي بطل بده يجدد. هيدا ما بتصير مثلا بشركه تامين. فينا بس معلم الرجيء اذا فينا ناخذ المدام تحكي مع النقيب ويوضح لها شو لازم تعمل. تفضل. يلا نحن لكينا بهذا الوقت اللي كانوا اتصلوا فيها للمدام، بركي نحن بنحكي شوي بين شركات تأمين وصناديق التعاضد. نحن بنعرف انه قبل مسير الأزمة كان في كتير معلي، يعني مثل مشاكل انه ليه صناديق التعاضد ما بتدفع تاكسات، ليه شركات تأمين بتدفع تاكسات، وانه صناديق التعاضد عم تستفيد انه هي ما بتدفع تاكسات، وهيدا هو الأرخص بس 15% عن شركات التأمين. الأهم من التاكسات معلش خلينا ما ياخذ ناخذ الشغلة بس فقط مادية. لا لا هني بقى الأهم كذا من كذا بوينت. أنا اليوم وقت بدي أقدم نصيحة لمواطن، أنا كمستشار تأمين، أنا ماني هون جاي دافع عن شركات التأمين، ولكن أنا بدي أحكي الحق. أنا وقتها بدي أقدم نصيحة عن مواطن، بدي أعطيه الأحسن خدمة، وبدي يعرف هو إذا كان عم يدفع أكثر أو أقل بشركة أو شركة، لأن في فرق بالتغطية. اليوم في بعض صناديق التعاضد عم تاخذ ناس بدرجة أولى. طب درجة أولى ومنه عم بتقول له أنا باخذك درجة أولى، طب فيك فينا يعني أنا ما بشوف كمستشار تأمين، كمان نقيب صار لي 32 سنة بهذا المصلحة وعم بشتغل بقطاع التأمين، ما بشوف في بعض الصناديق. أنا ما عم بعمم، يعني ما عم بقول أنا إنه كل صناديق التعاضد هي صناديق ما بتسوى. انا شخصيا بالنهايه هن عم بيعملوا عم بيقدموا خدمات صحيح عم بيقدموا خدمات ويعطيهم العافيه، ومنهم عم بيقوموا بوجباتهم يمكن احسن من وجباتهم، بس ولكن اليوم فعلا في بتحس الوضع رمادي عند المواطن بانه انا مامن، بيطلع اخر شيء بيقول لي بدقولي بتعرف نقيب كم واحد بدق لي بنهار عنده مشاكل مع صناديق التعاضد وشو بدي اعمل له؟ انا بشركه تامين بقول له روح وزاره الاقتصاد، بحكي له مع مدير الشركه، بجرب بحكي مع صندوق التعاضد مين فيني. بس يعني كمان احنا نوضح لكل المشاهدين انه كمان في كتير ناس بالتلفن تشتكي على شركات تأمين. ما احنا صرنا 6 اشهر كمان يعني عم نحل مشاكل على شركات تأمين. بس ولكن مثل ما قلنا في مرجع رح نرجع اكيد للنقيب وناخذ، بس في معنا المدام بس هيك بشكل كتير سريع. مدام سمعان تفضلي. مساء الخير. يا مساء النور. انا عندي مشكله لي 4 سنين مع شركه تعاضد، عمري 73 سنه. صندوق ما في شركه تعاضد، صندوق تعاضد. صندوق تعاضد سوري. هلا هني بلغوني السنه انه اللي معي اللي قرض يرسلنا بدها تترك لانه لقيت شغل وبالشغل بدهم يامنوها. عم بيقولوا لي انه انت بدك تكوني برا. نعم. طب انا شو بعمل بهالعمر؟ تبني شي ولد. بس في صله قرابه بينك وبين الشخص اللي كان عم مأمن حضرتك على اسمه؟ لا صداقه. هو هيدي الصداقة مدام أول شيء هن بصناديق التعاضد اللي بيكون عضو بالصندوق طالما عم بسدد اشتراكاته. عم سدد أنا كل اشتراكاتي بالوقت اللازم. بيكون العضو بصندوق التعاضد طالما عم بسدد اشتراكاته بيكون عضو بالصندوق مدى الحياة. في بعض الصناديق لحتى ما يكون نسبة كبار السن يلي عددهم أكترية بالصندوق عم بيطلبوا كتعاضد انه يكون في حدا صغير بالعمر 30-35 مقابل 70 وما فوق، لحتى اذا الشاب معز عم بيدفع اشتراك. اوكي بقى فهمين هيك عم بتسمع عليكم، بس انه انا هلا شو بعمل بوضع؟ عم بقول لك تبني حدا وفوتيه على الصندوق ونأمني من خلاله. لا 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 شو بدها تعملي؟ مدام نحن بنقول لك انا نعطيك رقم استاذ نادر رح يعطي رقمي باخر الحلقه. ايه وانا بكل استعداد ورغبه، لانه سمعتك عم يعني انت كثير عم تتلقى شكاوي ويا الله يعطيك العافيه طول العمر. تسلمي ان شاء الله يعني تقدر تخدمني بكون ممنونتك.
أنا أكيد إنه بلاقي طريقة. نحن أكيد رح يساعدك النقيب ومنتشكرك كلك سو. كثير شكرا لك. شكرا لك. لكن نحن رح نعطي الرقم أكيد بآخر الحلقة رقم النقيب. ولكن خلينا نرجع لشركات التأمين. وفي كتير شركات تأمين كمان لجأت لتعمل صناديق تعاضد إن بارالل يعني بالإضافة لشركة التأمين لأنه لتستفيد من الإعفاءات اللي عندها إياها صناديق التعاضد. أنا بدي أقول لك شو اقترحت بمجلس الوطني. نعم. هيدي أول مرة بتعرف شو اقترحت. أنا كان موجود مدير عام المالية بمجلس الوطني وزير الاقتصاد. قلت له يا أما وقفوا تدفعوا ضريبة للدولة اللبنانية يا أما خلوا شركات التأمين تدفع ضريبة. خلي يكون في عدل بموضوع موضوع التأمين الاستشفائي. ما فيك أنت اليوم تجي يكون في جهتين رسمية ضامنة ويكون في فرق بالتمييز. يعني شركة التأمين بتدفع تاكس وشركة التأمين بتحط ريزيرف وبتعرف قديش الريزيرف الاحتساب يعني الاحتياط الفني. وشركة التأمين عندها 100 التزام و100 قصة. بيجي صندوق التعاضد بيكون بده ليه. أنا عم بحكيك إياها صارت هيدي بفتكر مع الوزير إذا ماني غلطان يمكن رائد خوري إذا ماني غلطان كنت بالمجلس الوطني وما زلت بالمجلس الوطني. قلت لهم أنا محل شركات التأمين بطلب إنه يوقفوا يدفعوا ال 11% والضريبة ويوقفوا الريزيرف لأنه ما بيصير ما في عدل. هذا رح نسأله إياه للنقيب. رح أعطيك كذا فرق بين شركة التأمين ما رح نقدر يعني نطرحهم لأنه البرنامج يعني صار وصل على نهايته. ولكن شركات التأمين يعني عندها مآخذ على صناديق التعاضد وبتمنى تجاوبنا هيك بشكل كتير سريع. أول شيء مثل ما قلنا الريزيرف المؤونات إنه شركة التأمين أول ما تصدر بوليسة دغري بتاخذ لها ريزيرف لعلى من اول لحظه بتصدرها. عندك ايضا على الحوادث اللي مش مدفوعه بتاخذ ريزيرف. عندك كذا نوع. انتم كصناديق تعاضد شو هن المؤونات اللي بتاخذوها ومين اللي بيفرض عليكم؟ يعني اذا انتم قررتوا تاخذوا مؤونه قررتوا بس ما حدا بيفرض على صندوق التعاضد ياخذ مؤونه مثل مثلا شركات التامين. استاذ نادر نعم بدي يكون ما اطلعت على تفاصيل المرسوم 35 نعم. على 77 اللي بيلزم صناديق التعاضد انه اقتطاع نسبه من قيمه اشتراك المنتسب ليشكلوا في احتياطي بس شو سلوات على ذلك اذا بيعمل معروف بيوقف. تسمح لي بامر عيونك بس خليني كمل. بيوقف وقت اللي بيوصل رقم الاحتياطي ما يشكل ضعفي كلفه الفواتير الاستشفاء عن سنه. نعم. ضعفي اوكي ضعفي مزبوط. يعني اذا صندوق عم يدفع 4-5 مليار بده يضل يجمع احتياطي ليصير 10 مليار ليغطي كلفة الاستشفاء عن سنتين. نعم. من المبلغ الاشتراك اللي عم يقبض. بس أنا عم جرب وبدي يكون ما نجحت إنه وصل الفكرة يلي قلت لكم بزيارتي بعلبك. واحد عم يدفع 50,000 ليرة برجع بقول لك كل مجتمع المستشفى. مجتمع الجبل أو السهل غير عن مجتمع المدينة حيث دخل الإنسان بيبقى أعلى أو دخل الأسرة أعلى. مرة والرجال والابن بيشتغل قدرته المالية. واتفقنا من الأول أنه عالم التأمين بقدر ما تحدد تقديماتك بقدر ما تكون كلفتك. إذا شركات التأمين بتعطي مدري شو أكتر شيء وأكتر شيء عظيم بس قصتا رغم تقديماتها العظيمة والمهمة. وأنا من كل قلبي بقدر شركات التأمين كإطاع يستوعب طاقات عاملة ويؤدي دور بالاقتصاد الوطني وإلى جانب التأمين الصحي اللي عم نحكي عنه بيعطي ضد كوارث الطبيعة والممتلكات والحركة البناء. يعني دور شركات التأمين أوسع بكتير من دور صناديق التعاضد. ومع هيدا وكله وقت اللي بدها تعمل برامج تقديمات ممتازة تلبي عظمة طلبات الناس وكلفتها تكون أعلى بقية القدرات المالية المتواضعة وخاصة بهالأيام مهما كان برنامج شركة التأمين ممتاز إذا كلفته تتخطى قدرة العائلة اللبنانية العادية معناتها مش رح تاخده. نحن أكبر تحدي إنه نعمل أقصى ما يمكن من تقديمات وأنا لا أدعي إنه كل التقديمات ممتازة. هذا اللي أنا بقول بس أنا اللي بدي أوصل أنا أوصل الفكرة بس نقيب قد ما كان بقدر. أنا بتعرف شو بروح معك أبعد من هيك.
قدرت الناس على انه تدفع اشتراك بقدر امن نوع من تقديمات معينه للبنان. يعني اللي بدنا نقوله لأنا بس انه هي صندوق التعاضد اللي قلته هو هذا المزبوط. صندوق التعاضد هو بيتوجه لفئه معينه مش قادره تشتري تامين، بينما لما تفوت صناديق التعاضد بمواجهه مع شركات التامين، لحتى المدام قالت على التليفون شركه تعاضد، يعني لحتى السقف العام لا لحتى العالم عم بتفكر حالها عم تشتغل تشتري بشركه تامين، في شيء في صناديق تعاضد عم تبيع ترافل انشورنس، شو الرابط المشترك بين 3-4 ناس عم ببيعوا سيارات؟ نعم بلشوا بمناطق عم ببيعوا سيارات. قلت له لاستاذ نادر قبل ما نفوت، نحن بنشكرك نقيب لانه انت عم بتوضح على نقاط. تسلم لي استاذ، انا قلت له حتى الطريق للسماء قديش فيها بركه وقداسه، بتلاقي بعض المتسللين. صحيح متسلل. حضرتكم كاتحاد بتوجهوا للمدير نعم. العام كان في عليه كاتحاد عندكم صلاحيه انه توقفوا صندوق تعاون؟ لا ابدا لا، بس يعني. انا شو قلت له؟ لتطوير رقابه الاداره يلي مرهقه بمسؤولياتها وبقله موظفينها، تعوا هذه تكون في لجنه مشتركه بين الاتحاد وبين المديريه وبين الاداره لتصويب وتطوير وتنقية الجسم التعاضدي الصحي بلبنان. هيدا طلبنا. أنا بناشد الوزير المختص وزير الزراعة، إن كان عمول الوزير المختص إن كان وزير الزراعة ويقعدوا مع بعضهم، يجب نقل صناديق التعاضد تحت سلطة وصاية الأب. بدها تزعل مني يمكن المديرة، بس اليوم ما بين لا انا اللي عم بحكي اليوم، معلش نحن من يا ما بدي المرجع الرسمي، خذ الدور. ما هي الدور باقي عندنا كثير مواضيع لازم نطرحها، وخاصه في ناس كثير عم ترجع تسال عن صناديق التعاضد، ترجع عم بتقول كل العالم انه هون تقريبا انه بلا بلشوا ياخذوا في صناديق عم تاخذ 50-50. انا اجتمعت مع صناديق التعاضد اكيد عم تاخذ بجمعيه عموميه واتفق الأكثرية اتفقت، ما في قرارات ملزمة من الاتحاد على الصناديق، لكن في هالرباط المعنوي يلي تم التوافق على 30% أو 25% بعض الصناديق. نعم. 25% بعض الصناديق 300%. إذا بتعمل معروف هذا المتصل مع المدام اللي حكيت، بعد لك كل الأرقام ورقم حضرتك على الهواء من كلبد ويتم تصحيح. نعم. الأمر. أنا بنصحك ما تقول رقمه للنقيب لأنه ما رح يرتاح. معلش أنا بيجيني تليفونات 6-7 بكرة و9-10 بعرف بالله. يعطيك العافية، بنعرف نحن أنه أنت بتحب تخدم وبتحب تقدم اكثر شيء خدمه تكون تفيد المواطن، بس مثل ما بقولوا حتى وقت اللي اتفقنا انه نعطي الولد الثاني ببلاش ونعطي شو المانع حضرتك رئيس اتحاد؟ بس اسالك سؤال، شو المانع؟ تفضل انا هون مش عم لحق على سيل بصراحه. نعطي الابن الثاني تحت 18 تغطيه مجانيه، ونعطي اللي بيتجوزوا هديه زواج، نعطي المتوفي، وهي خارج اطار التقديمات. قلنا لهم حتى هالحركة التعاضدية تعطي باقة من التقديمات الاجتماعية. نعم. حتى نكون عم نجرب أساوة الحياة تكون أقل. طيب نقيب، أنا بدي أسأل سؤال النقيب وبدي أتمنى عليك تكون، شو المانع أنه نقل هذه الوصاية، وصاية صناديق التعاضد تصير تحت وصاية هيئة الرقابة يلي نحن كمان مش عم نقول أنه اللي عم بتقوم فيها. أنا معك وبصوت عالي. بركة تشعر بظلم إذا تم مقارنتها بصناديق التعاضد. بعد شركات التأمين مثل ما قال النقيب وهو محق فيما قاله، لأنه إذا نحن جهتين عم نقوم بذات الدور، ليش أنا بدي تفرض علي؟ وين العدل يعني؟ وين؟ بس خليني أكمل. وصلت الفكرة، لأن خلص وقت البرنامج، بس كلمة أخيرة للنقيب. نقيب يعني أنتم لما تلاقوا صندوق مثلا مثل الصندوق اللي عم ببيع ترافل أو غير أشياء تانية، هل أنتم كاتحاد أوكي ما عندكم سلطة عليه، بس هل تتواصلوا معه تقولوا له أنه هيدا غلط هيدا صح؟ كيف لك؟ نعم. وحتى منشارك بالمديرية بلفت النظر بموجب كتاب رسمي لتصويب المسار. ما بيصير ما تقوم به صناديق التعاضد مش تجارة، خدمة إنسانية لهالمواطن المتروك. اما اذا التقى صندوق ليعمل تجاره ويبيع سيارات ويعمل بده الصندوق، بده نعرف ولا بد
بأنه تظهر بوليسة ما، مراجعة ما، شكوى ما بين الاتحاد وبين المديرية لحتى هالصندوق ما يستمر بهالعمل، لأنه هيدا خرج عن الرسالة المفروض يعملها دور صناديق التعاضد، صار يعمل صناديق بكون هيدا أحد المتسللين. نعم. بطريق الخدمة الاجتماعية وعم بيسيء لكل الحركة التعاضدية. نعم، يعني في صناديق أكيد صارت عم تلعب دور شركات التأمين، يعني أنتم اتفقتوا بالنهاية، اتفقتوا أنه لازم يكون صندوق التعاضد له رسالة مش تجارية ويكونوا كلهم متحدين مع بعضهم، وهي جهة أكيد بتدعم المجتمع، ولكن بذات الوقت في ناس ما لازم تستغل أنه هي عندها صندوق تعاضد لتفوت بمقارنة مع شركات التأمين. من كل بد لازم نميز بين صندوق التعاضد وبين شركة التأمين، لازم نميز من ناحية التغطية، لأنه التغطية ليس مثل ما بتريد. عم بقول لك حتى صناديق التعاضد أنت عم تشمل، أنا عم بقول لك صناديق التعاضد تبعا لمجموعة المنتسبين وخدماتهم وقدرتهم بتنقيلهم برنامج، في منهم ما بيعطوا خدمات خارجية، فيكون عنده صندوق تعاضد كذا برنامج. هلأ إذا بدك هيدا في حال عم تندرس هلأ، إنه كتر ما صار في ناس قادرة، بس ما فيك مثل ما صرنا بالضمان الاختياري يلي إذا بيجوا ناس قليل بيختاروا البرنامج العالي بيخربوا الصندوق، بيخربوا يعني الصندوق. إذا بتعمل لهم دراسة أكتوارية تطلع آخر شيء خسران يعني. بس إجمالا مطرح ما في بيئة قادرة ماليا، يكون صندوق التعاضد الموجود هون تقديماته أوسع، لأنه قدرة المنتسبين بتكون أكبر. بس لحديت هلأ هو لازم يقدم نوع واحد من الخدمات؟ لا، صناديق التعاضد كلها؟ لا، كل حدا يعني بنقي بالبداية نوع. ايه ايه، ملتزم، وهيدا بقرره الجمعية العمومية. يعني ما فيكون عنده برودكتس يعرضها على بيعرض من يتولى إدارة هالصندوق بده يشرك بالجمعية العمومية أي برمجة أو طب. وهل كل المأمنين بصناديق التعاضد ماضيين انتساب بصناديق؟ كيف لكين ولا عم نحكي هو لازم يكون ياخد تغطية؟ بده يكون ابدا ياخد تغطية وبتعاون مع افضل شركات. هيدا الاداره المشكله، ما بدنا نرجع هلا، نرجع نعيد الحلقه من الاول. لا بس هيدا اتفقتوا اخر شيء، ما رحنا جايين. لا اتفقنا على انه لازم يكون في بعض الخطوات الايجابيه بمسانده الرئيس الاتحادي اللي موجود بيناتنا، وهو قال انه تعهد انه هو رح يساعد كل واحد عنده مشكله من كل بيت يتصل فيه تنساعده. يرجع ويتلفنوا ما يزعلوا الصناديق، لانه بالنتيجه بالعكس. منك انت طيب وحدك، منك جهه رئيسيه. ببلغوني انه خلص وقت البرنامج، انا بدي اعطي رقمك، بعطي رقمك على الهواء. من كل بيت. لكن رقم النائب غسان ضو 03-213-101. أنا أكيد بتشكرك بالخدمة. رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحي بلبنان الأستاذ غسان ضو، أكيد مستشار البرنامج النائب السابق لوسطاء التأمين الأستاذ إلي حنا، بتشكر وجودكم. يعني إن شاء الله يكون المواطن استفاد، وأكيد نحن بنشجع كل شيء يكون ماشي على القانون بلبنان، إن كان شركات تأمين وإن كان صناديق تعاضد. أنا بشكرك. نعم. عندي نص تكة، بتمنى هالقد الموضوع حرزين ليحاكي هالحاجة اللي عنا بالمجتمعنا ووضع المستشفيات. نعم. والحكمة توعدني مع النقيب بجلسة 2-3 من صناديق التعاضد العاملة حتى نكون أكثر تفصيلا ودقة بإيصال هالفكر التعاضدي يلي هو هدفه خدمة الناس. نعم، كان في كتير أصلا مواضيع كان لازم نحكي عنها، بس حاولنا قد ما فينا نغطي. حلقة تانية إذا بتسمحوا إن شاء الله مع 2-3 من الصناديق العاملة لخير الناس والسياسة. يعني على أمل نلتقى قريبا. إذن مشاهدينا، نحن نتشكر أكيد متابعتكم لنا، متابعة كيف منأمن على شاشة الأو تي في. بتشكر فريق العمل وبتشكر أكيد الضيوف الكرام. تصبحوا على ألف خير، وإلى اللقاء بعد أسبوعين.